ما زال لدي الوقت لأقوم باستعادة حبه. أتظنين بأنه سيصبح فخورا بأم تكون مثلك؟ مرحبا ماما. مرحبا بني، كيف أنت؟ بخير. تأخرنا كثيرا ولكننا قدمنا. سوف نبدأ فورا، اطمئني فيديرا. كيف أنت فيرونيكا؟ بخير سيدي، شكرا. أين ألسيرا والصغيرة؟ هناك سيدتي. أنا شاكرة جدا لمجيئكما. لم أرفض أبدا مساعدة المحتاجين. من المفروض مساعدة الأقل حظا باستمرار سيدة إنريكيتا. تفضلا أرجوكما. شكرا. عفوا. كيف أخدمك؟ أيها الضابط، من الضروري أن أكلمك. لدي أخبار سأقولها لك وأنا متأكد أنها تهمك. أهلا سيدة روزاليندا، لم أتوقع أبدا أن أراك هنا. مدهش لأنك أحضرت ابنتي أريكا معك حتى أستطيع أن أحملها. كم هي جميلة ابنتك، مثل الدمية، تشبه أمها. أحبها ولا تعلم كم أنا مستعدة للتضحية من أجلها كي تكون ابنتي معي. فلتحملي أريكا. أظن لو قمت بتركها لفترة فلن تتضايق فيدرا. افعلي هذا من فضلك. إنك لا تعرف جيدا السيدة فيدرا. من فضلك يا ألسيرا، أتوسل إليك أبقيها معي من فضلك. حسنا حبيبتي صغيرتي. أنت متأكد مما تقوله لي؟ طبعا متأكد. لا يوجد دوافع لدى أحد أكثر من فاليريا ألتاميرانو. لكنه مجرد افتراض. ألم تفهم بعد؟ بيرثا تعرف الكثير عن أمور حياتها، فعملت على التخلص منها. أيمكنك أن تثبت ما تقول؟ لأننا لن نتمكن من عمل شيء. هل يمكنك الإثبات؟ تعملين لدى السيدة فاليريا بالتأكيد؟ أجل مؤكد. كنت أراقبك، أنت أكثر واحدة تهتمين بالجميع. لأن مام من أعمل لديها صعبة الإرضاء. عرفت أنه كان لديها موظفة لمدة طويلة وتثق بها بكل شيء. بيرتا؟ أجل، أعتقد أن هذا هو اسمها. إنها لم تعد عندها. اسمي فيرونيكا، وأعمل بمنزل السيد فرناندو خوسي والسيدة فيديرا. أنا أدعى إبريل. إبريل، أحببتك كثيرا، أتمنى أن نصبح رفيقتين. أشكرك، وأنا بالمثل أحببتك. كم نحن بحاجة لأن تكون أمك معنا، الوحيدة التي كانت تقدم لك النصائح. كنت سندا كبيرا لي بابا. لوسي، في كل زواج هناك أوقات عصيبة يمر بها الزوجان ومشاكل كثيرة تهدد زواجهما، لكن الزوجين فقط هما اللذان يقرران الاستمرار أو كل منهما في طريق. لماذا تفاجأت لمرافقة أوغستين؟ أنسيت بأننا انفصلنا فرناندو؟ لا يربطنا شيء. أنك مخطئة روزاليندا، لنا ابنة واحتراما لها يجب أن تكوني مهذبة، ولكن تفضلين متعتك دون أن تفكري بإيريكا. لا يوجد ما أشعر بالخزي منه، فأنا أمشي مرفوعة الرأس، وعندما يحين الوقت المناسب ستعرف ابنتي كل شيء، وستعرف بأن أباها من فرق بيننا ومنعني من رؤيتها. سأشرح لها بأن هذا لمصلحتها. أفكرت بردة فعلها؟ كيف توقفت عن التفكير بهذا ولو للحظة؟ فلتفكر بتبديل الأماكن بينك وبينها، وفاليريا أبعدت عنك أمك الفعلية. ستسامحها فرناندو خوسيه؟ ستفكر بالصفح عنها بعد أن كذبت عليك طوال هذه السنوات والسنوات؟ أخبرني، شعورك هذه اللحظة كيف سيكون لو رأيت أمك الفعلية؟ Cuando se viene un...